المهم بس كده الصوت مظبوط صح؟ اوكي بصوا يا شباب سامعني؟ اوكي نعمل بس كده ريكاب سريع على البوتومز تمام والكونفيجريشنز بتاعتها. فا يعني اول حاجة يعني كنا في الاول كنا ممكن نعمل كده، دي طريقة صح؟ تاني حاجة الطريقة التانية كنا بنعمل كده يعني كده المايكرو كنترولر بتاعنا يعني كده مين المايكرو كنترولر بتاعنا صح تمام. بول اب وبول داون دي صح؟ كده مين دي كده البول اب صح، ودي هنا كده كانت ايه دي كانت البول داون بتاعنا. بتشيك ازاي على الاتنين؟ انا دلوقتي المنظر اللي قدامي اللي تحت ده ما دام انا مش دايس هو عبارة عن ايه، اوبن سيركت صح، هو مش شايف اي حاجة دلوقتي يعني هو مش شايف اي حاجة من الجزء اللي تحت ده، هو شايف دلوقتي السيجنال اللي جاية له على البناية اللي هي جاية له من فوق اللي هي ايه في سي سي هاي واحد تمام مظبوط، هو شايفها واحد دلوقتي. طب انا دلوقتي اول لما اضغط ايه اللي هيحصل دلوقتي هنا؟ هيعدي لي سيجنال بالظبط. زيرو تمام كده. فبالتالي انا وانا شغال في الاستيت بتاعتي او البنايه بتاعتي انا شايف دايما عليها ايه، شايف عليها واحد، عايز اخد اكشن بروح اتشيك على مين، بتشيك على زيرو تمام. نيجي للتانية نفس الطريقه، اللي فوق دي بالنسبه لي هي عباره عن ايه، اوبن سيركت لسه ما ادوسش على اي حاجه صح. دلوقتي انا شايف على طول سيجنال ايه، سيجنال جراوند، شايفه زيرو لحد دلوقتي. طب انا دلوقتي دوست هينزل لي سيجنال كام، هينزل لي سيجنال واحد. يعني دلوقتي انا الباص بتاعي او البنايه بتاعتي عليها ايه، شايفه زيرو دايما، اول لما تشوف واحد يحصل الاكشن يبقى انا المفروض بروح بعمل ايه، بتشيك على الواحد تمام. المنظر ده برضو كان فيه الانترنال بول اب انتوا اتكلمتوا عنه صح، اتكلمتوا عنه ان انا في الاي في ار بيدعم الحوار بتاع الانترنال بول اب اللي هو بخلي الفي سي سي جاي من مين، الميكرو كنترول نفسه جاي من المايكرو نفسه. حلو كده ننقل بقى على اللي بعديه ونبتدي نشتغل على الكيبورد. يعمل كده دلوقتي. هو ايه بقى اللي يخلينا اصلا نروح للكيباد؟ يعني الكيباد اصلا هي عباره عن ايه، شويه زراير يعني، ثانيه بس نشوف منظرها. الكيباد بالمنظر ده عباره عن ايه، شويه زراير كده صح. يعني انا طب ما انا ممكن اخد المايكرو كنترولر بتاعي واروح احط عليه ايه، احط عليه الزراير دي مش صح، يعني بكل بساطه دلوقتي انا عندي هنا كده مثلا الكيباد اللي قدامنا دي هي عباره عن 4 في 3 صح، 4 روز و3 كولومز. طب انا دلوقتي لو هستخدم الكيباد دي يعني المفروض ان انا هستخدم قد ايه، كم يعني كام بنايه عشان اقدر اعمل الحوار ده، ان انا يعني استخدم او احقق فانكشن تشغل ال 12 زرار دول محتاج كام بنايه؟ 12 تمام. طب انا اصلا المايكرو كنترولر بتاعي فيه كام بن؟ في 8 في 4 صح. طب انا دلوقتي استهلكت 12 للكيباد بس، يبقى انا كده عملت ايه، انا كده استهلكت يعني استهلكت اكتر من بورد في ان انا اروح اشغل شويه زراير. طب تمام، هي ممكن ما تكونش باينه في الكيباد اللي هي 4 في 3 تمام، يعني هي 12 بن يعني خدت بورت وحبه صح. طب انا دلوقتي لو خليتها كيباد 6 في 6 سوري 4 في 4 ايه اللي هيحصل؟ انا معايا 16، 16 دي بالنسبه لي كده كام بورت، خدت بورتين كاملين للكيباد. فطبعا يعني الكودينج بتاعه تمام يعني مختلف شويه عن مين، عن البوتومز، بس واخد نفس الكونسيبت بتاعه. حلو كده، في حد عكس مستغرب التبنز مني؟ مثلا. الو ايوه معاك. تمام معايا اوكي. فدلوقتي الكيباد هي عباره عن ايه، يعني احنا بنتعامل معاها على انها تو دايمنشنال اري من البوتومز، يعني كل اللي عملناه في البوتومز هنيجي نحاول نستخدمه في ان احنا نشتغل على مين، على الكيباد. يعني هي عباره عن تو دايمنشنال اري من البوتومز اللي قدام دي. فبحاول اقلل استهلاكي للبنات عن طريق ان انا اجمع اكبر عدد من البوتومز واروح احطهم في ماتريكس كده بالنسبه لي او انا شايفها كماتريكس، بحيث ان انا استهلك بنات اقل عشان احقق نفس الحاجه اللي انا عايز احققها بكام، بال 12 او ال 16 زرار اللي انا هستخدمه على حسب ان انا استخدم 4 في 3 و4 في 4 تمام كده. فنيجي بس نشوف المنظر ده. اوكي بصوا يعني ايه المنظر بتاعها لو هنيجي نتخيلها، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد
2 تمام، وده يعني كده المايكرو بتاعنا، سوري 1 2 3، وصل هنا كده 1، واوصل على دي هنا كده 1 تمام كده. المفروض ايه ده هنا كده الزرار بتاعي، هنا كده الزرار، كده الزرار، وات ايفر بقى المنظر ده عامل ازاي تمام. طب بص بقى ازاي يعني المنظر ده ازاي نتخيله ان هو يعني البوتومز بتاعتنا. اول حاجه همسك النود دي واحط عليها رقم 1 مثلا تمام، النود دي هحط عليها كام، رقم 2. حاجه افرد النود دي قدامي دلوقتي تمام، انا دلوقتي شايف المنظر ده. طب انا دلوقتي لو رحت ركبت في سي سي من فوق، حلو، دي كده النود مين، دي كده نود 1، ودي هنا كده مين، دي كده نود 2، ورحت ركبت من تحت هنا كده المنظر ده، مش ده يرجعني لنفس الشكل بتاع البول داون ريزيستور؟ يبقى وقت ما انا معرف ان دي عباره عن ايه، انبوت بينز، دي طبعا كده الروز بتاعتي. يعني عامه في الـ يعني في الـ الشرح بتاعنا دلوقتي هنستخدم الروز هي عباره عن الانبوت، والكولومز هي عباره عن ايه، الاوتبوت، يعني هي اوتبوت بينز بالنسبه لنا. يعني انا دلوقتي لما عاوز اخد قرايه هروح اخدها عن طريق الروز مش عن طريق الكولوم، تمام كده. وده هيفرق في ايه دلوقتي، هي في اخر سطر في الكود خالص الموضوع ده بيعتمد على معادله كده مستنتجه من ايه، من يعني من شويه اللوبس اللي هنشوفها كمان شويه. بس دلوقتي نركز في الحته بتاعه الانبوت فين والاوتبوت فين، تمام بالنسبه لنا. طب انا دلوقتي النود 1 دي انا دلوقتي معرف انها مثلا الفي سي سي بتاعي، ودلوقتي النود 2 واصله بمين، يعني واخده اللاين ده يعني هي اللي مخليه المنظر قدامي ده اوبن سيركت، وموصل لي الجزء او النقطه دي بان هي الانبوت بين بتاعتي. فانا دلوقتي مجرد ما هضغط المفروض اروح اتشيك على مين، هروح اتشيك على الواحد، صح. يبقى دلوقتي رجعنا لنفس الكونسبت بتاع البول داون ريزيستنس، فاظن مفيش مشكله لحد هنا، ولا في حد واقع مني شباب، في حد واقع مني ولا هو انا مش تمام؟ متخيل بس شكلها عامل ازاي، بس تمام يعني فاهم الكونسيبت. اللي انا يعني هعملها ازاي، او ان انا هجيب الفي سي سي ده منين؟ مثلا يعني مش عارف النود ازاي هتتمثل بول داون، مش عارف مثلا شكلها هيبقى عامل ازاي. هقول لك دلوقتي، ثانية واحدة، دلوقتي انت عندك ال اسمه ده، تعالى نعمل زوم على الحتة دي تمام، تعالى نعمل زوم دي كده على الحتة دي ونسحبها ورا، حلو، يعني تعالى نمسكها هنا كده. انت شايف في كده لاين جاي من فوق صح، وفي بص بص ثانية واحدة، المنظر ده هنا كده شايف الدايرة الصغيرة اللي عاملها دي مش كونكشن تمام، ده سلك كده مش ملمس في التاني اصلا، يعني ده سلكين بعاد عن بعض، حلو كده. وفي سلك تاني جاي من تحتيه، يعني بص تعالى نرسمها كده بالمنظر ده عشان تكون باينة اكتر، سوري اسف، تمام كده، مجمع مجمع المنظر قصدي، يعني دي هنا كده نود 1، ودي هنا كده مين، الحته دي هي كده هي نود 2 أين؟ صح كده. طب بص، مش نود 2 دي هي عباره عن النود دي صح، اللي هي مثلا اللي لو نزلنا سنه صغيره هنشوف فيها البؤبؤه الغريبه دي اللي هي هتلمس في الانبوت او البناء الانبوت بتاعتي تمام. طب انا دلوقتي لو مسكت دي هنا كده ورحت حطيت هنا كده زي مقاومه، ورحت حطيت على دي جراوند، مش هو نفس المنظر؟ ورحت الحتة اللي فوق دي خليتها في سي سي، يعني هي implemented أساسا جواها resistor. لا لا مش جوه ريزيستور، احنا اللي هنحطه يعني فاهم، دي يعني دي اه لسه احنا يعني اللي هنحطه برضه. بالظبط، احنا هنحط الريزيستنس من بره تمام. بس انت تخيلت كده المنظر، يعني انت شايف دلوقتي ان المنظر ده هو هو المنظر ده صح، بس مايل شوية صح كده. ومين يعني لو بصيت هنا بقى شايف البوتون ده، هو ده اللي مخليني عباره عن ايه، اوبن سيركت بالنسبه للي تحتيه او اوبن لاين كده خلاص، انا ما عنديش اي سيجنال جايه من اللاين ده. انا السيجنال دلوقتي اللي شايفها جايه من مين، جايه من الجراوند بتاعي هنا كده رايحه للانبوت بن، جمعت مجمع معايا ولا اه تمام، بقول تمام. اوكي؟ نرجع تمام. دلوقتي عايزين نطبق اللي احنا قلناه ده، عايزين نطبقه على المنظر الغريب اللي قدامنا ده. بكل بساطة انا كده ممكن انا موصل الكولوم بتاعي، وقلنا الكولوم بتاعي مثلا هو اللي هعتبره ايه، الفي سي سي بتاعي صح، هو مش انا ممكن اعرف اللي انا موصلها دي هي عبارة عن بناية او بوبين واطلع عليها رقم 1
حلو. تمام، واروح القه في الانبوت من النقطه دي. لا تفاعلوا معايا يا جدعان، تفاعلوا معايا. ايوه. اوكي تمام. طب انا دلوقتي هيقابلني مشكله واحده، حلو. طب انا دلوقتي لو معرف على البتاع اللاين ده واحد، حلو، ومعرف على اللاين اللي جنبيه واحد برضه، ومعرف على اللاين اللي جنبيه واحد، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ انا مش هبقى عارف انا هاخد القرايه من ده ولا من البوتون ده ولا من البوتون ده، صح كده؟ تمام. بس مش هيقابلني مشكله في ان انا اخد مين، اخد من انهي رو. يعني انا دلوقتي وانس ان انا عملت الواحد على اللاين ده، فده معناها ايه؟ ان انا مستني قرايه من هنا او هنا او هنا او هنا، صح كده؟ بس المشكله الوحيده اللي هتقابلني ايه؟ ان انا مش هعرف لما اجي اخد القرايه هاخد القرايه في الاتجاه ده، صح؟ القرايه في الاتجاه ده عادي. انا دلوقتي ما عنديش مشكله في ان انا دلوقتي الكولوم الواحد محطوط عليه في سي سي، صح؟ ليه؟ لان انا النود واحد دي هي عباره عن نود واحد هنا بالنسبه لده، عباره عن نود واحد بالنسبه لده، عباره عن نود واحد بالنسبه لده، فعباره عن يعني ملخص الكلام ده ان انا الفي سي سي بتاعي موصول على البوتوم بتاعي ده، والجراوند بتاعي هتكون واصله منين؟ واصله من بره هنا، صح كده؟ يعني ما اظنش كده ان يعني الدنيا مش يعني مش واضحه، صح ولا في حاجه؟ تمام. تفاعلوا يعني معايا انا يا باشا كده هقدر احدد الكولوم، بس الرو مش هقدر احدده. بالظبط. هنا بقى المشكله الوحيده بتاعت الكولوم قابلتني فين؟ بسبب الواحدين اللي جنبينا هنا دي، صح؟ فانا دلوقتي في حاجه ممكن يعني حل بسيط ممكن نعمله، نعمل ايه؟ نحط الاتنين دول بزيرو، صح؟ وده بواحد. ساعتها انا هكون مستني قرايه من مين ومين ومين؟ من ده او ده او ده او ده، صح كده؟ طب انا دلوقتي رحت حطيت ده بزيرو، وده هنا كده بواحد، وده هنا كام؟ بزيرو. ساعتها انا مستني قرايه من مين؟ شايف اللاين بتاع الواحد ده واصل فين؟ واصل بدي، صح؟ فانا مستني قرايه من هنا او قرايه من هنا، في كم صح اللي في صح النص؟ في هنا يا اما هنا، مظبوط كده؟ طب وانا كده في اول اتنين مش غيرتهم؟ يعني هي كانت 1 1 خليتهم 2 زيروز، والزيرو خليتها 1. اول اتنين اني اللي هو الاحمر ولا الاصفر؟ اني لون الاصفر كان عندك 0 1 1، فانت خليتها 0 0 1، ولا انت ما لا لا غيرتهاش؟ لا، ويت ويت، هي دي مش زيرو. هي دي كانت نودية يعني، بنية كده كنت حاططها. نود يعني. بس هي رقم الواحد الأخضر بتاعها تحتيها يعني. حلو. والتو وانز اللي جنبها التو وانز اللي جنبها معناها إن أنا مخلي يعني دي بقول لك المشكلة اللي هتقابلنا فين؟ إن أنا لو خليت التلاتة وانز إيه اللي هيحصل قدامي؟ تعال نرجع شوية. مش عارف ان هو عندي مشكلة في الروم، مش عارف ان هو بالظبط. انه خلاص انجل بالنسبة يعني لي. دلوقتي تعال نشيل دي كده، نحط هنا كده ده واحد كده، واحد واحد واحد. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها انا شايف قدامي ان ده عليه واحد، الفي سي سي بتاعه شغال، وده الفي سي سي بتاعه شغال، وده الفي سي سي بتاعه شغال، صح؟ تمام. طب انا مشكلتي فين دلوقتي؟ انا دلوقتي مش عارف انا هقرا من انهي واحد فيهم، من انهي بوتن موجود فيهم. يعني انا لو دوست ده او ده او ده القرايه هتجيلي، صح؟ بس ساعتها انا ما قدرتش احدد ده انهي واحد فيهم، مظبوط كده؟ تمام. دلوقتي الماتريكس التو دايمنشنال ماتريكس بتاعتنا هنا بنتعامل ان ده ايليمنت 0، تمام، يعني كده ايليمنت 1، يعني كده 2 3 4 5 وهكذا، حلو، لحد هنا كده هنقفل عند كام؟ ال 11. فده يعني ده التركيب بتاعنا 0 1 2 3، او ممكن نقول ان ده 1، ده هنا كده 2، ده 3، ده 4، ده 5، ده 6 وهكذا، تمام. فاحنا ممكن نقول ان الايليمنت الاولاني اللي هو الايليمنت الاولاني الواحد ده هو عبارة عن ايه؟ تقاطع اول رو مع اول مين؟ مع اول كولوم، تمام كده يا شباب. نخش على اللي بعدها، نشوف بقى الكونسبت اللي احنا هنستخدمه في الشغل. هرسمها بس تاني كده سريعا، 1 2 3 4، 1 2 3، مايكرو كنترولر هنا كده، دي كده، دي هنا كده. فزي ما اتفقنا دلوقتي احنا محتاجين دلوقتي نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله ان احنا محتاجين نرفع مثلا على واحد فيهم او كولوم منهم يكون بواحد، يشتغل في دور الفي سي سي على الكولوم ده كله، تمام. ساعتها ده او ده او ده او ده هكون مستني منهم ايه؟ قرايه. طب بعد كده هروح اعمل ايه؟ هروح اخليه بزيرو، صح، وارفع على دي واحد. ساعتها هكون مستني من مين؟ ساعتها هكون مستني من ده او ده او ده او ده،
طب تعالى، طيب لو حطيت 1 0 0 ساعتها هكون مستني من مين؟ من ده او ده او ده او ده، ساعتها يعني قدرت اتخطى مشكلة ايه؟ المشكلة بتاعت انا مش عارف انهي زرار دوسته في الكولوم ده، في الرو ده، سوري. صح كده؟ معايا ولا؟ اوكي. فدلوقتي المفروض بقى يعني هنعمل الكلام ده ازاي ككودينج؟ فواحدة واحدة كده بقى ونفوق مع بعضنا. ككودينج هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة الكبد، تمام. الكبد يعني كشغل، احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا هناخد الروز هي عبارة عن ايه؟ الانبوت بنز بتاعتنا، صح؟ ولما بنتكلم على الانبوت بنز يبقى ده معناه او الدايركشن بتاع الانبوت، البنات بتاعتها هيبقى عباره عن انبوت ولا اوتبوت. كنت بروح ابص على انهي ريجستر؟ الدي دي ار، تمام. حطيته بزيرو يبقى ده معناها ان انا مستنيها انبوت. طب حطيته بواحد يبقى ده معناها ان هي عباره عن ايه؟ اوتبوت بن بالنسبه لي، صح؟ فده معناها اول لما نيجي نروح نفكر الروز الدي دي ار بتاعها المفروض يكون بكام؟ بزيرو تمام. والكولومز واحد واحد، ليه؟ عشان هي الكولومز هي اللي هستخدمها كفي سي سي لليله بتاعتي، هي اللي هتغذي الكبد كلها بحيث ان انا يعني اقدر اختار القيمه اللي انا عايزها، تمام. طب حلو. الكبد عامه لما هتيجي تشتغل في اي مشروع او اي كود هي بتبقى عباره عن ايه؟ لاين كده بناديه، تمام. بقول له انا دلوقتي مستني منك قرايه، مستني منك قرايه يعني هي عباره عن بهنج الكود كله على النقطه دي. حلو. فاحنا سمعنا الكلمه دي فين قبل كده؟ انتربت لا لا، بهنج الكود، بهنج الكود، مش انجل بكون بنقل لفانكشن تانية، بهنج الكود كله. ازاي؟ ايه نعم. الديلي ديلي، حلو. طب انا ممكن الديلي برضو ممكن امثله ان هو عبارة عن ايه؟ بدل كديلي فانكشن لا يوتيل، ممكن اعملها كأنها ايه؟ تايمر وايل وان، مظبوط. فكل اللي انا هعمله ممكن اعمل وايل لوب كده، صح؟ اهنج فيها السيستم كله لحد ما اخلص اللي انا عايزه، صح كده؟ فانا دلوقتي اول حاجه محتاج اعملها ان انا اوقف السيستم بتاعي كله على حاجه معينه، بس في الامبلمنتيشن بتاع الكيباد عامه يفضل ان احنا نخليه فانكشن بره المين بتاعتنا ونروح نناديها وقت ما احنا نكون عايزينها. متفقين على كده؟ تمام. نروح بقى للخطوه الثانيه. فانا دلوقتي الفانكشن عشان اخرج منها المفروض بعمل ايه؟ ريتيرن، تمام. حتى لو كانت فويد، يعني انا دلوقتي جوه عايز يعني انا عايز ريتيرن في نص الفانكشن ده في حته معينه، فانكشن فويد، فبحط ريتيرن في اي حته انا عايزها، صح؟ فانا دلوقتي بنفس الفكره، انا دلوقتي لو حطيت السيستم بتاعي على وايل 1 فانا وفانكشن بره، فانا عشان اخرج من الفانكشن دي المفروض اعمل ايه؟ اريتيرن حاجه، تمام. فانا المفروض وانا بريتيرن مبدئيا كده المفروض هريتيرن ايه؟ معايا يا شباب؟ الزر. طب لو هي مع فويد مش هيرتبنا حاجة، لو لا هي لا فويد مش انا بقول، هيرتبنا لا انا بدي مثال ان انا الفويد حتى بحتاج ان انا لو عايز اكسرها من النص بعمل ريتيرن زي الفور لوب والوايل لوب، ممكن اريتيرن اخرج منهم بايه؟ ببريك، صح؟ طب انا الفانكشن بخرج منها بايه؟ بخرج منها بريتيرن. فبس هي دي الفكره، انا دلوقتي بعمل كل الفانكشن بتاعتي دي، ووقت ما انا ببقى عايز اخرج منها بعمل ايه؟ بعمل الريتيرن. عشان كده بهنج السيستم في وايل 1 وانا مرتاح، يا اما انا كان ممكن اهنج السيستم بتاعي على وايل واحط كونديشن جوه، صح؟ جوه المين لو انا عايز اعمل كده، او وايل واعمل اف جوه كونديشن واعمل بريك، مش صح كده؟ ده معناه ان انا ايه؟ هنجيت السيستم برضو كله على مين؟ على يعني خليت الكون كله يلف على مين؟ حوالين الجيت فاليو دي اللي انا عايزها، تمام. فانا خلصنا من تمام اول حاجه ماشي سوبر لوب، والخط عامل كده ثانيه. اول حاجه هنا ايه؟ سوبر لوب، هانج السيستم، حلو. تاني حاجه نرجع بس كده سلايد ورا. بعد كده انا دلوقتي محتاج ايه من المنظر بتاعي ده؟ اتوقع ان انا هروح اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هروح اعمل ايه؟ فور لوب تانية. بلوب على مين بقى دلوقتي؟ بلوب على الكولومز، صح؟ عشان اعمل ايه؟ اروح ابدل الواحد في انهي واحدة فيهم. عرفت انا محتاج الواحد بتاعي في انهي بناية فيهم، ساعتها قدرت اروح اديتكت مين؟ اديتكت الكولومز اللي انا محتاجها، مش صح كده؟ ايه
تمام. فانا دلوقتي اه قمت ان انا اخترت الكولوم بتاع النهايه الاوتبوت ورحت بلوب عليها، فانا مع كل لوب او كل كولوم بختاره بروح الوب على مين؟ شباب روز، بروح على على الروز الروز اللي فيها بلوب، ايه؟ بلوب على الروز بتاعه الكولوم ده، مظبوط كده؟ مظبوط. اوكي. فدلوقتي احنا عايزين نطبق نفس اللي احنا قلناه ده، عايزين نطبقه فين؟ هنا. فانا دلوقتي اول حاجه قلنا ايه، هنعمل ايه؟ سوبر لوب. تاني حاجه لوب فور مين بقى؟ لوب فور كولومز كولومز، مش عارف كده صح، كولومز تمام. طب تالت حاجه بقى قلنا اتفقنا عليها دلوقتي، لسه بنقول ايه يعني؟ بعد ما دخلت السوبر لوب وهنجيت السيستم، عملت بلوب على الكولومز، كل لوب جوه الكولومز بلوب على مين؟ لوب الروز الكولومز الروز ده بتاعت كل كولوم. فور روز، صح كده؟ بس فانا دلوقتي المنظر ده فيه حاجه صعبه او يعني كتخطيط دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ عرفنا يعني كسودو كود نعرف نكتبه ولا لا؟ هي دي هتبقى نستد لوبز ولا بالظبط، ثلاثه نستد لوبس جوه بعض، تمام كده؟ لوب اولانيه هروح هانج فيها السيستم، جوه اللوب دي هلوب على مين؟ هلوب على الكولومز، جوه لوب الكولومز هروح هلوب على مين؟ هلوب على الروز. حلو. طب انا وانا بلوب على الروز، انا دلوقتي وانا بلوب هنا في الحته دي المفروض بعمل ايه؟ وانس ان انا لقيت نفسي دوست على زرار، المفروض هعمل ايه بقى هنا كده؟ هريترن جوه مين؟ جوه الفور لوب دي، بس لازم اكون مراعي ان انا حاطط ايه؟ اف كونديشن معين يخليني اريترن عليه، تمام؟ معايا؟ تمام. تمام. ايه بقى الـ if condition عليه؟ الاف كونديشن اللي عليه مين؟ انا دلوقتي المفروض دوست على زرار، يبقى الاف كونديشن اللي اتوقعه هيبقى مين؟ لما ادوس بس خلاص حلو. if condition جوه for returning بس كده. ده السيكونس اللي هنمشي عليه دلوقتي. تعالوا بقى كده واحدة واحدة مع بعضينا نبتدي نشتغل بيها. implement، انتوا عايزين implement الكود على طول على بروتوس ولا سوري على اكليبس، ولا نكتبه واحدة واحدة بإيدينا دلوقتي عشان نتكلم فيه؟ اكتبه واحدة واحدة، ده احسن ايوه صح؟ اكتبه واحدة واحدة بإيدي. ماشي. اه اوكي بصوا، اللي انا هكتبه ده الاستراكشر او الكود اللي هيتكتب او ستوري كود اللي هتتكتب جوه الفانكشن اللي انا هناديها، تمام؟ اول حاجة زي ما قلنا ان احنا واحنا شغالين بنروح نعرف ايه؟ نعرف البنات بتاعت البنات بتاعت الروز والكولومز. اول حاجة البنات بتاعت الروز بعرفها ان هي انبوب بنز، البنات بتاعت الكولومز بروح اعرفها على انها ايه؟ اوتبوت بنز. بصوا انا مثلا هختار بورت ايه، حلو، بس في حاجه انا هختار اول اربعه منهم هم عباره عن ايه؟ الانبوت. ليه بقى؟ لان في الكيبات احنا قلنا ثلاثه، سوري اربعه في ثلاثه كيبات، اربعه في اربعه كيبات، يبقى مين الرقم اللي بيتغير عندي دلوقتي؟ هو عباره عن رقم الكولومز، صح؟ فانا دلوقتي هثبت الروز بتاعتي هي عباره عن اول ثلاثه، اول اربعه بنز، بعد كده الروز بتوعي هروح احطهم مين؟ هما يعني اخر ثلاثة، تمام؟ بحيث ان انا مجرد ما يعني هضيف، يعني هضيف واحد زيادة، كل اللي هعمله هزود مثلا رقم او سطر كود زيادة في البتاع ده انا شغال فيه. اوكي. دلوقتي اول حاجة في الكود هروح اعمل ايه؟ DDR ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اكلير عشان اعرف ان هي input and equal مع مين بقى؟ 0x ولا ثانية واحدة في الموبايل، مش ثانية واحدة، دي دي ار ايه اند ايكوال الكومبلمنت بتاع مين؟ 0x 0 اف. معايا في الحتة دي كل اللي عملته هنا بقى، انا رحت عملت ايه؟ عرفت دول ان هم عبارة عن انبوت بنز. طب انا دلوقتي عايز اعرف مين دلوقتي؟ اعرف دول ان هم اوتبوت بنز، هروح اقول ايه؟ دي دي ار ايه اور اور ايكوال، اور حلو، مين بقى؟ مع مين؟ 0 اكس مع مين؟ انا دلوقتي هشتغل 3 في 4، 4 في 3، فانا دلوقتي هيبقى ايه؟ 7 0، صح كده؟ 0 اكس 7 0، حلو. معلش ليه 0x7 0؟
0 اكس بعد 0. دلوقتي اول حاجه انت فاهم دي جت ليه هنا كده صح؟ 0 اكس يعني عشان احط هنا كده دي 1 1 1 1 يحصل لهم كومبلمنت يبقوا زيروز صح؟ يتخزن في الدي دي ار اي يعرفني ان اول اربعه هم عباره عن ايه؟ انبوت بنز. تمام دي؟ تمام. وثلاثة كولومز، ثلاثة كولومز. تمام؟ 3 كولومز دلوقتي. تمام، معايا؟ فعشان كده سبعة. مظبوط. فانا دلوقتي انيشيالي الكبد مش شغاله، فلسه في البدايه انا بسخن، المفروض البورت بتاعتي البنات بتاعت الاوتبوت اللي انا معرفها دلوقتي انا حاطط عليها ايه؟ حاطط عليها جراوند، خليها زيرو. فانا انيشيال فاليو كده احط هنا بورت ايه؟ اند ايكوال مع مين؟ 0 اكس 7 0. فانا دلوقتي من جراوند الليله دي بتاعتي دي كلها. بس كده اول 3 سطور فيها. نروح بقى على ال هل لازم الشرط ده اني هو ان انا جراوندهم كلهم في الاول؟ انت لو شغلتها في يعني انت دلوقتي داخل بتسخن في او انت دلوقتي داخل على يعني حاجه لسه انت مش عارف انت هتختار منها ايه. تمام؟ هو كده كده عامه يعني ككونديشن انت المفروض هتصفر وهتخلي واحد بزيرو. سوري، هتصفر وتخلي واحد منهم بواحد صح؟ هتصفر وتخلي واحد منهم بواحد وهكذا صح كده ولا؟ تمام، ده وانا بدوس. ده وانت شغال، لا مش وانت بتدوس، وانت بتلوب. تمام؟ فانت كانيشال كونديشن يعني حطهم كلهم بصفار، بعد كده وانت شغال بقى صفر وحط واحد براحتك، عايز تحطهم كلهم واحد في الاول مفيش مشكله. فاهم؟ بس انت كده كده ما دوستش. فاهم قصدي؟ بص هتوضح دلوقتي، هتوضح دلوقتي. خليك معايا وانا هقول لك دلوقتي. دلوقتي هحط هنا كده ايه؟ هروح اقول while 1 وايل 1. دلوقتي المفروض بقى جوه الوايل 1 دي انا يعني هسخن بقى، هروح اعمل ايه؟ فكر واحده واحده. انا محتاج اصفر الكولونز بتاعتي واحط واحد منهم بواحد صح كده؟ فانا دلوقتي عشان اديفاين الكولونز تمام. بتاعتي، اديفاين الكولونز بتاعتي في الاول، المفروض احط بقى هنا كده في الاول ايه؟ كفاريبلز اكاونت عليها، واحد اسمه كولوم وواحد اسمه ايه؟ رو. انتوا خدتوا اليو انت 8 واليو انت 16 والحاجات دي ولا لا؟ اتشال معايا. اوكي تمام. فاحنا ممكن نحط هنا كده يو انت 8 كولوم بيساوي 0، هنا كده رو بيساوي 0 كبداية. تمام كده. نروح بقى هنا كده نشتغل اللوب بتاعتي دلوقتي وانا شغال. اول حاجه قلنا جوه النستد لوب الاولانيه بعمل فور لوب بحط فيها الكولوم بتاعي برضو يعني انيشاليز بزيرو، كولوم اصغر من كام بقى؟ تمام. بعد كده كولوم بلس بلس العاديه بتاعتي. نخش بقى اللوب بقى من جوه، هنروح نعمل ايه؟ بص يا شباب، دلوقتي احنا عايزين نحط البنات بتاعتنا، هنحط عليها نخليها تطلع اوتبوت. فاحنا هنروح نديتكت على مين او نشتغل على مين؟ هنشتغل على البورت، بورت ايه. بس محتاجين مين دلوقتي؟ تعالوا بقى نفكر فيها واحدة واحدة. تلاتة. حلو، واحد اتنين تلاتة. فانت دلوقتي المفروض دول بالنسبة لنا ملناش دعوة بيهم صح؟ دول بتوع مين؟ بتوع الروز. طب انا دلوقتي المفروض ايه ببص السبع على مين في شروط؟ الاول؟ نعم. لا، استنى، دي بيتس، دي بيتس. هنمثل الارقام بتاعتنا عشان نبقى عارفين احنا هنعمل بورت اندد مع كام ونوت مع كام والحاجات دي. تمام. تمام. فانت دلوقتي عارفين ان اول اربعه بالنسبه لنا دلوقتي مع مين؟ مع الروز. مش يعني مش محتاجين ان احنا نروح نبص عليهم دلوقتي. تمام. طب اللي بعد كده مع مين؟ بتوع الكولمز كولوم بتوعي. تمام. فانا دلوقتي محتاج دول يبقوا بزيروز، ومحتاج دول برضو في نفس الوقت يبقوا ايه؟ بواحد. تمام. محتاج اسلكت واحده منهم هي اللي تبقى بزيرو، واسلكت واحده منها هي اللي تبقى ايه؟ بواحد. حلو حلو. فثانيه واحده. فانت دلوقتي البتاع ده انت ممكن تقول على طول في الاول 0 اكس اند ايكوال الكومبلنت 0 اكس اف اف. ساعتها انت صفرت لي البورد كلها. او بص عشان نبقى في الامان نخليها ايه؟ 7 اف 7 اف. ساعتها انت صفرت البورت ده وصفرت ده، لان اصلا انت دي انبوت، فانت مش محتاج البورت في حاجه دلوقتي صح؟ غير لو انت رايح تشتغل ايه؟ انترنال بول اب.
بس انا مش هشتغل انترنال بول اب، انا كل حاجه دلوقتي هتبقى اكسترنال بالنسبه لي، وفي نفس الوقت انا هجيب الفي سي سي من مين؟ من بنايه تانيه. فانا كل اللي عملته دلوقتي حطيت كلهم ايه؟ بيج جراوند دلوقتي، صح؟ تمام. دلوقتي تمام انا عايز اروح احط على دي، احط فيها مثلا ده بزيرو، احط فيها ده هخليه مثلا ده هنا كده اللي يبقى بواحد، ده هنا كده اللي يبقى بواحد، صح؟ تمام. فانا كل اللي هعمله بس ثانيه واحده. اوكي بصوا بقى يا شباب، يعني في الاول دلوقتي قبل ما اسمه ده، قبل ما نكمل الكود بتاعنا، في الاول بس هنبسط على نفسنا الدنيا. يعني هنستخدم دلوقتي الماكروز، تمام؟ يعني الماكروز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تكست ريبليسمنت للحاجه اللي انا بعملها، تمام؟ يعني انا دلوقتي لو قلت سوري، لو قلت ايه، هاش ديفاين نمبر وحطيت الرقم 5، فانا كل اللي هيعمله هيروح لكل كلمه نمبر مكتومه بنفس المنظر اللي فوق ده ويعمل لها ايه؟ ريبليسمنت، ويحط ايه مكانها؟ رقم 5، تمام كده؟ طب انا دلوقتي لو عامل هاش ديفاين لحاجه مثلا زي الفانكشن، فتعالوا نتكلم في المثال اللي احنا هنشرحه على طول، سيت بت وكلير بت. فانا دلوقتي سيت بت هنا هروح احط معاها ايه هنا كده؟ مثلا ريجستر، لان انا كل شغل ريجسترز وبن، تمام؟ طبعا ما بسيبش مسافه هنا، لو سبت مسافه هيحصل لي ايرور، يعني هيقعد يديني ايرور وبتاع سينتكس كمان. فدلوقتي يعني هو هياخد دي هيروح يعمل لها ريبليسمنت لدي، فما بسيبش مسافه بينهم. فانا دلوقتي هحط الفانكشن بتاعتي برضو او الماكرو بتاعي ده بالمنظر ده، يعني ده المفروض هتتكتب هنا عشان بس مفيش مكان. اروح اقول ايه الريجستر بتاعي، لو بعمل ست لبيت معينه كنت بعمل ايه؟ واحد شيفت ليفت برقم البت دي، صح؟ فانا ممكن اقول ريجستر بتساوي ريجستر هنا كده اورد مع واحد شيفت ليفت برقم مين؟ برقم البن اللي انا محتاجه. فكل اللي هيعمله كل في المنظر ده، اول لما هعمل سيت بت، سيت بت دي دي ار ايه مثلا، واروح احط هنا كده بي اي 5، هيروح يعمل ايه؟ هيروح يشيل كلمه ريج دي وهيروح يحط مكانها ايه؟ دي دي ار ايه، ويشيل كلمه ريج دي وهيروح يحط مكانها ايه؟ دي دي ار ايه، وهيشيل كلمه بن ويروح يحط مكانها مين؟ بي اي 5. ساعتها كل ده هيشيل المنظر اللي تحتيه ده، يعني السطر التاني ده هيتشال واللي فوقيه ده هو اللي هينزل مكانه، تمام كده؟ فانكشنز عادية ودي تمام. البارامترز بتاعتهم يعني. مش functions، هي عبارة عن text replacement مش أكتر، تمام؟ تمام. اوكي برضو بنفس الكونسبت ده هنعمل حاجة اسمها clear bit. برضو ليه بنعمل clear bit؟ عشان يسهل علينا الدنيا اكتر، يعني مش محتاجين ان احنا كل شوية نعمل اند اسمه ده اند ايكوال مع الكومبلمنت بتاعي وهكذا، صح؟ فانا برضو بكل بساطة ممكن اروح اعمل ايه؟ clear bit هنا كده، clear bit، واحط برضو هنا كده register، واحط البن، وساعتها هروح اعمل هنا كده اقول ايه؟ ريج اند ايكوال مع الكومبلمنت بتاع، سوري اسف 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 اسمه ده اند ايكوال مع الكومبلمنت بتاع واحد شيفت ليفت بكام؟ برقم البن بتاعتي دي بس. فكل اللي هيعمله هيكلير لي البت اللي انا حاططها في الريجستر ده، يعني انا حاطط له دي دي ار بورت بن، سوري اسف مفيش بن، دي دي ار بورت. فكل اللي هيعمله هيروح ايه؟ يعمل تكست ريبليسمنت، وكل يعني في الاخر المنتج اللي هيبقى موجود البنايه اللي قلت له روح كليرها هيكليرها، تمام؟ في برضو واحد تاني المفروض بيت الست، ليه بقى؟ لان احنا واحنا في الاول واحنا بنتكلم في الكونفيجريشن اللي احنا شغالين بيه في الكيبات دلوقتي اللي هنشرح عليه، انا بتشيك على مين؟ بتشيك على الواحد، صح؟ فانا هعمل ماكرو اسمه ايه؟ بيت الست، تمام كده؟ احط فيه مين؟ الريجستر بتاعي اللي هو غالبا هيكون مين او دايما هيكون مين؟ البن، صح؟ البن ريجستر ده، تمام. فانا ده عشان اتشيك هي عبارة عن واحد ولا زيرو كنت بعمل ايه؟ ريج اندد مع واحد شيفت ليفت بمين؟ بالبنية بتاعت الايه.
فبرضه ده كل اللي هيعمله، هيعمل تيكست ريبليسمنت، وساعتها هيرجع لي ايه؟ يا رقم، يعني مش هقول يا واحد يا زيرو، لا يا رقم يا زيرو، صح كده؟ شباب سامعني؟ فانا لو ايوه رجع لي الرقم ده معناها ان معلش انا ترو. معلش معلش، ممكن تاني؟ معلش ممكن تاني؟ حاضر ثانية واحدة. دلوقتي بدل يعني انا دلوقتي طول ما انا شغال مش هقعد اقول البنايه بتاع البن ده بكذا، البن ده بكذا، البن ده بكذا، صح؟ تمام. تمام. فانا دلوقتي عرفت ماكرو، قلت ايه؟ بت اس ست. فانا دلوقتي بت اس ست دي كل اللي بيعمله ايه؟ بيتشك على مين؟ بيتشك على البن بتاع البن ريجستر ده، بيتشك على بنايه معينه فيه، هل هي الداست ولا لا. زي ما قلنا احنا الداست بالنسبه لنا في الكونفيجريشن اللي احنا شارحين بيه ده هي عباره عن ايه؟ واحد، صح؟ فانا دلوقتي عشان اشتغل واشوف البنايه بتاعتي دي بواحد بعمل ايه؟ بعملها اند مع الواحد، صح؟ لو هي بواحد هتنزل بواحد، لو تمام هي بزيرو هتنزل بزيرو، صح كده؟ تمام. حلو. دلوقتي انا عايز اعمل ريبليسمنت بقى للمنظر ده، هعملها ريبليسمنت بايه؟ الريجستر بتاعي اندد مع واحد شيفت ليفت بمين؟ بالبن، صح كده؟ ليه بقى؟ لان مثلا تعال نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 صفر واحد صفر 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 واحد واحد واحد، تمام كده؟ انا دلوقتي عايز اتشيك على دي، دي بالنسبه لي ايه؟ دي كده 0 1 2 3 4، دي كده بي اي 5، مظبوط؟ فانا بي اي 5 دي بالنسبه لي تمام. بي اي 5 دي بالنسبه للمنظر بتاعي او بالنسبه ان انا عايز اتشيك عليها، كل اللي هعمله هروح احط هنا بي اي 5 واروح احط هنا كده مين؟ هحط هنا كده البن بتاعي. فهيعمل ايه؟ هيروح ياخد المنظر اللي قدامي ده ويروح يحط تحتيه مين؟ هنا هيحط دي واحد، وهيحط دول بكام؟ بزيروز. ليه؟ لان انا قايل له شيفت، تمام؟ فانا دلوقتي المنتج بتاع المنظر ده، المنتج ده هيبقى كام؟ صفر 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 واحد صفر صفر. ليه؟ عشان البنايه دي بكام؟ بواحد. البتايه دي بكام؟ سوري، البتايه دي بكام؟ بواحد، صح؟ فانا البت دي بواحد، ساعتها انا ساعتها اتاكدت ان هي ده كده ست. بالظبط، ساعتها ده رقم، فاهم؟ بس مش زيرو. ساعتها الكونديشن اللي هيطلع لي مين؟ ترو، صح؟ ولما يطلع لي ترو ساعتها انا هروح مين؟ هطلع من الفانكشن بتاعتي دي كلها. في حد متلخبط؟ اوكي، نرجع بقى هنا كده. رافق كان عنده سؤال هنا، كان بي رافق كان السؤال. اللي هي الـ7F. اوكي بص يا ريس، دي ليه 7F؟ دلوقتي زي ما قلنا احنا هنعمل ايه؟ هنروح نكلير التلات بنات بتوع مين؟ بتاع الكولوم، صح؟ عشان ساعتها انا دلوقتي انيشالي عامل كله جراوند، صح؟ ونازل تحت، انا المفروض مع كل لوب بجراوند وبرفع واحده منهم بس، صح كده؟ معايا؟ معاك حلو. فانا دلوقتي وانا بجراوند وبرفع واحده بس، دول بالنسبه لي مين؟ البي اي 0 لحد البي اي كام؟ البي اي 3. بالنسبه لي دول مين؟ دول الروز اللي انا موصل عليهم زي ما اتفقنا في السلايد اللي قبليها، اللي هو انا هستخدم اول 4 دول للروز والتالت 4 لمين؟ للكولومز بتوعي، على حسب بقى انا هستخدم 3 كولومز ولا 4 كولومز، صح كده؟ ماشي. اوكي. فانت دلوقتي محتاج تعمل ايه؟ محتاج تكلير البورت بتاعتك، تمام؟ محتاج تكلير البنات بتوع الكولومز اللي هي مين؟ اللي هي التلاتة دول، صح؟ هنا في بنايه ممكن تحطها بس ملهاش لازمه، ان احنا شغالين 4 في 3 دلوقتي زي ما اتفقنا. فدلوقتي انا عايز اكلير المنظر ده، تمام؟ فانا ممكن اعملها ايه؟ مش دي بالنسبه لي 7 هيكسا، صح؟ ودي بالنسبه لي اف لو انا هعمل كلير لدول، لان انا كده كده اصلا مش مهتم بكلمه بورت في الكولومز في الروز بتوعي، لان انا مش معتمد على مين؟ على الانترنال بول اب. فانا دلوقتي لو عملتهم كلير، عملت لهم ست، مش تفرق معايا، صح كده؟ اوكي. فدلوقتي هروح اعمل لدول ايه؟ هعمل لهم كلير. فانا يعني حطيتها، يعني حطيتها اند ايكوال مع الكومبلمنت بتاع 0 اكس 7 اف، ساعتها عملت كلير للسبعه دول كلهم، تمام كده يا جماعه؟ يعني ماشي
مش ثانية واحدة، شيل دول بقى. هو طيب معلش انا لو اتفضل. دخلت في يعني لو قلت له اند مع 0x اف اف فساعتها ايه اللي هيحصل؟ يعني في زيرو اكس بيت رابعة المفروض رايحة فين؟ البت الرابعة دايما، بص زي ما قلت لك ان انت ساعات بتستخدم، ان انت بتبقى محتاج تستخدم الريسورسز بتاعتك او الكومبوننتس بتاعتك كلها على تشيبات صغيرة زي دي، صح؟ يعني المايكرو كنترولر بتاعك دون ليميتد بعدد بنات قليل، صح كده؟ طب انا دلوقتي مستخدم 4 في 3 واتزنقت في بناية ورحت استخدمت البناية الرابعة في البورت ده، ساعتها انا محتاج اراعي ايه وانا شغال؟ ساعتها محتاج ان انا اراعي ما اروحش اطفي البنايه الرابعه دي، صح؟ انا مطلع عليها اوتبوت معين، فانا ماليش دخل تمام. بالبنايه دي، صح؟ انا ليا دخل بمين؟ بالبنات اللي انا مستخدمها انا لوحدي، اللي هي مين؟ اللي هم الثلاثه بتوع الكولومز الأربعة بعد بتوعي كده الثلاثة تانيين. بالظبط. فانا ممكن اريح دماغي من القصه دي واقولها ايه، بكلير بدي، نفس زي ما اتفقنا في السلايد اللي قبل كده. ثانيه واحده، السلايد اللي قبل كده ساعتها ايه؟ شايف السطر ده؟ مش ده اللي انا عملت بيه، سوري اسف، مش ده، تمام. شايف السطر ده؟ مش ده السطر اللي انا عملت بيه كلير؟ صح؟ ممكن اخد نفس السطر ده اروح احطه فين؟ في نفس السطر ده او في الفور لوب بتاعت ري. في حد متلخبط في الحتة دي؟ مفيش، تمام. دلوقتي واحنا شغالين قلنا ان احنا هنستخدم الكولومز بتاعتنا هو عبارة عن بي ايه 4، صح؟ ودلوقتي زي ما اتفقنا هنستخدم ماكرو، الماكرو بتاع سيت بت وكلير بت عشان يسهل علينا الاوبريشن بتاعتنا. يعني انا ممكن دلوقتي انا عايز اسلكت واحده منهم، فانا ممكن اروح اعمل ايه دلوقتي؟ هروح اقول بسم الله، كنت هقول بورت ايه ايكوال مين بقى؟ بورت اسف خلينا نعملها كده عشان مساحة، or equal مع مين؟ مع مين؟ واحد شيفت ليفت مين؟ شباب بالبن اللي انا عايزها. تمام، بالبن اللي انت عايزها. طب البن اللي انت عايزها دلوقتي هي عبارة عن، بالنسبة لك هي عبارة عن رقم كام؟ رقم 4، صح؟ بس انت الكاونتر بتاعك ايه؟ بزيرو. يعني انت دلوقتي لو حطيت رقم الكولوم اللي انت عايزه ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها انت رحت بتاكسس بورتات مش بتاعتك. دلوقتي انت بتاكسس بورتات بتاعت مين؟ بتاعت الرو، صح كده؟ الكلام ده تمام. فانا دلوقتي بكل بساطة انا ممكن اروح اعمل ايه؟ احط بي اي 4 الكولوم زائد كولوم، مظبوط؟ مجمعين الحتة دي ولا؟ ولا مش فاهم الصراحة. اوكي تعالى سلايد فاضية. تعالى نكلير دي كده دلوقتي يا ريس. انت دلوقتي عندك 1 2 3 4، دول بتوع مين؟ بتوع الروز. يعني دول امرهم يعني خلاص خلصنا نقاش فيهم دلوقتي. بعد كده التلاتة التانيين دول، صح؟ انت دلوقتي بالنسبة لك ده مين؟ ده بي ايه 4، صح كده؟ اللي انا موصل عليه اول كولوم. طب انا دلوقتي الكاونتر بتاعي، الكاونتر اللي بيكاونت هو عبارة عن ايه؟ اوله كولوم بيساوي زيرو. فانا قدامي حلين، يا اما اخلي الكاونتر بتاعي دون يعد من اول الاربعة لحد ما يروح لحد فين؟ لحد السبعة، صح؟ يا اما اخد الرقم ده واجمع عليه مين؟ واجمع عليه الكولوم، اقول بي ايه 4 زائد مين؟ زائد كولوم. ساعتها انا غيرت حاجه؟ لا، خليت الكاونتر بتاعي الاوبريشن بتاعتي شغاله من الزيرو لحد كام؟ 0 1 2. بعد كده خلاص كده انا خلصت الكاونت ده، 0 1 2 خلاص. بس كل اللي بعمله اللعبه الوحيده ان انا باخد البي اي 4 اللي هي عباره عن البتاع رقم 4 واجمع عليها مين؟ واجمع عليها الكولوم، عشان ساعتها اول لما تيجي دلوقتي استخدم، ثانيه واحده، لما اجي استخدم السطر ده، هو في ايه؟ لما اجي استخدم السطر ده ساعتها مين اللي هيحصل لها؟ 6 بي اي 4 هي نفسها، أربعة. مظبوط كده؟ مش شرط بقى، ولا حسب انا في الكاونتر بتاعي بكاونت في انهي دلوقتي لوب. دلوقتي طبعا انا ممكن دلوقتي الكاونتر بتاعي الكولوم بقى بواحد، ساعتها هتبقى بي اي 5 وهكذا. وصلت؟
ويفضل ان احنا نخلي الكولوم بتاعنا بيساوي زيرو والرو بتاعنا بيساوي زيرو. هنعرف ليه دلوقتي، تمام؟ فاحنا دلوقتي شغالين ان احنا بنقول بي اي 4 بي اي 5 وهكذا. في مشاكل في الحتة دي ولا تمام كده يا مجمعين؟ لا تمام، بس ما كنتش فاهم السنتكس اللي هو ازاي انا حاطط بيت في اللي هو الشيفت ذات نفسه، بس تمام يعني. انهي ده؟ لا لا، ده رقم، يعني اللي فاهم؟ هو بي اي بي 4. بص بالظبط. انت دلوقتي الاي في ار اي دوت اتش معرفه ان بي اي 4 بتساوي رقم 4، بي اي 5 بتساوي رقم 5. يعني انت تامر امبارح وهو شغال كان بيقول ايه؟ واحد شيفت ليفت باسم البت، صح كده؟ يعني مثلا اه تمام. تعالوا في اسهل حاجه لو فاكرينه، الاس ريج ده كان بيعمل ايه؟ بيشغل الجلوبال انتربت، صح كده؟ طب الاس ريج دي هي عباره عن ايه؟ بتايه رقم 7 في الاي بت اللي انا اسف، الاس ريج هو الريجستر اللي بتاع الفلاجز. طب الاي بت اللي موجوده في الاس ريج دي بتعمل ايه؟ دي بتشغل الجلوبال انتربت، صح؟ فانا ممكن اقول اس ريج واحد شيفت ليفت باي بت، او ممكن اقول ايه؟ اس ريج واحد شيفت ليفت ب7، مظبوط كده؟ اه تمام. مجمعين ولا تمام؟ بس هي بس الفكره الوحيده في الموضوع ده ان انا بجمع على الـ الـ على البنايه الانيشال بن بتاعت اللي حاطط عليها الكولومز، بجمع عليها رقم الكولوم بتاع الكاونت بتاعي. اوكي تمام، خلصنا من الحته دي. كده احنا عرفنا في الفور لوب دي نشغل مين؟ نشغل بنايه واحده ونخلي الباقي كله جراوندد. طب دلوقتي انا مش عايز استخدم المنظر ده، او انا مش عايز استخدم السطر ده، فانا كل اللي هعمله هروح ابدل السطر ده، اقول ايه؟ سيت بت، سيت بت مثلا هنا كده، واروح اقول مين بورت ايه، وادخل معاها مين؟ بي اي 4 زائد كولوم. وطبعا لازم اخلي بالي من حر الاقواس ده عشان الماكروز ما بيعتمدش القيمه كلها، يعني فاهم؟ الماكرو لو شاف بي اي 4 زائد كولوم هيعمل له شويه مشاكل، لو في عمليات جمع ورا بعضيها، طرح ورا بعضيها، تمام؟ وفي بعديهم ضرب، ساعتها هيضرب الاول بعد كده يجمع وهكذا، تمام؟ فانا دلوقتي كل اللي عملته هنا ايه؟ عملت طفيت كل البنات الاوتبوت، وهنا كل اللي عملته رحت اخترت واحدة منهم بس هي اللي تكون بواحد. طب حد هيسأل سؤال، طب ازاي هتتبدل المرة الجاية؟ السطر ده هيروح يعمل ايه؟ يعمل كلير، بعد كده هيروح السطر ده يعمل ايه؟ يعمل واحد لمين؟ للبناية اللي بعديها، ساعتها بدل ساعتها واحد صفر 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 واحد صفر 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 واحد، تمام كده؟ زي ما كنا عاملين في الرسمة اللي ورا. دلوقتي خلصنا من يعني هنكمل بقى الكود في سلايد تاني لأن الصفحة مش مكملة. يعني كل ده تمام. دلوقتي هنكتبه على إكليبس مع بعضين، تمام؟ بعد كده المفروض أعمل إيه؟ زي ما حطينا الـ VCC بتاعنا على حاجة، كنا بنخش نلوب على مين بقى؟ على الرو بتاع، صح؟ فأنا أروح أقول رو بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. هو النت فصل ولا حاجة؟ ثانية واحدة. لا لا لا، شغال شغال، احنا معاك. اوكي، فانا اروح اعمل ايه؟ هروح احط الرو بتاعي بزيرو. فانا اروح ايه؟ الروز بتاعي رقمهم كام؟ 4 روز. اروح اعمل ايه؟ رو بلس بلس. اوكي ثانية واحدة، تمام، خلصنا من اول حتة، تمام، ان احنا عرفنا نحط واحد على رو معين، على كولوم معين، تمام. ونروح نتشيك على مين؟ على الروز بتاعت الكولوم ده، صح؟ زي ما اتفقنا بنتشيك على الواحد ازاي؟ اتفقنا مع بعضينا كده من كام سلايد ان احنا عملنا ماكرو مخصوص يروح يعمل ايه؟ يروح يتشيك على الواحد ده بسرعه، بدل ما اقول بن مش عارف واحد شيفت ليفت بالبتاع ده اند مع واحد شيفت ليفت برقم البت اللي انا عايز اختاره، عملت ماكرو اسمه ايه؟ بت اس، صح؟ تمام. فانا دلوقتي جوه الفور لوب دي انا محتاج اعمل حاجه واحده بس، اروح اعمل ايه؟ هتشيك اشوف انهي رو بتاعي اللي اداس فيه البوتوم بتاع الكولوم اللي منور. حد جمع ولا اتلخبط؟ لا تاني بقى. تمام. دلوقتي احنا قلنا نستد لوبس، اول لوب سوبر لوب، تمام؟ بالنسبه لنا السوبر لوب دي بتعمل ايه؟ بتروح تهنج الكود بتاعي كله لحد ما ارجع بقرايه من الكباد، صح كده؟ حلو. طب انا دلوقتي تاني لوب الكولوم كانت بتعمل ايه؟ بتحط واحد على كولوم معين وصفار على باقي الكولومز، تمام كده؟ ماشي.
لما بحط واحد المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اتشيك على كل رو، صح؟ يبقى انا دلوقتي الفور روب اللي قدامي دي المفروض هعمل فيها ايه؟ كل اللي هعمله هروح اعمل ايه؟ تشيك، صح؟ والتشيك زي ما اتفقنا هو عباره عن ايه؟ اف كونديشن على مين؟ على البيت اللي انا عايز ارجعها، صح؟ مش عايز ارجعها، او البيت اللي اتداست عامه، صح كده؟ بس فانا دلوقتي المفروض هعمل ايه هنا دلوقتي؟ كل يعني السطر اللي هنا المفروض احنا مستنيينه يبقى مين؟ اف كونديشن جوه ايه؟ بت، صح؟ الست مين بقى؟ مين؟ بين ايه؟ نرجع بقى لنفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت، اللي هنا دي ايه بقى؟ تبقى ايه؟ الرو هو انا بقى معرف الرو تبقى بي اي زائد الروز، احنا معرفين على بي اي برضو، بي اي بي كام ايه بقى؟ زيرو، تمام؟ زائد الرو، هي بالنسبه للتوصيله اللي احنا هنوصلها دلوقتي دي مش هتفرق، تمام؟ لان انا البي ايه زيرو هي عباره عن ايه؟ الرو بتاعي، تمام؟ او اللي هو الرو فاريبل بتاعي، صح؟ يعني دلوقتي لما الرو فاريبل يبقى بواحد، ده معناها البي ايه اكني بنادي مين؟ البي ايه واحد، صح؟ اللي هي عباره عن ايه؟ بي ايه زيرو زائد واحد، مجمعين؟ ايوه، البي اي زيرو دي هي اول 4 بت، فمش فارقه لو كتبت واحد او اتنين او تلاته او اربعه، صح؟ اول بنايه او اول بتايه بس في البين ريجستر بتاعي دلوقتي، تمام؟ اللي هي رقم كام؟ رقم زيرو، فانا بجمع زيرو على زيرو، تمام. ايوه، فاهمني؟ بما ان ده اصلا بيساوي ده، فدي حاجه تريفيال ان انا اعملها هنا. بس انا دلوقتي واحد ريزل ورحت عملت ايه؟ رحت خدت لك البي اي زيرو دي ورحت حطيتها فين؟ يعني انا دلوقتي موصل الرو بتاعي بدايته مثلا بي اي 4، بدلت الروز بالكولومز، ساعتها كل اللي هعمله هروح اعمل ايه؟ هروح اقول بي اي 4 زائد الرو، صح؟ ساعتها الموضوع اختلف، فاهم قصدي؟ ايوه، تمام، نفس الفكره بتاعت السلايد اللي قبليها. ثانية، ازاي لو بدلت الروز بالكولوم هبدأ من بي اي 4، هبدأ بقى من بي اي 3؟ بي اي 4، اه انت بتتكلم ان انت شغال مش عامل حساب ان انت ممكن يعني تضيف كولوم رابع، اه تمام مظبوط، بي اي 3 لو انت عايز تشغلها 3 في 4 كده على طول، اه بالظبط اللي بتكلم فيه. تمام؟ اوكي، بس هي دي الفكره بقى في الموضوع، يعني ان انت ممكن تحط البي اي زيرو دي بحيث ان انت تخلي الموضوع بالنسبه لك جينيريك شويه، اللي هو اخش اغير الرقم، فاهم؟ عملت توصيله جديده انا عايز اروح اغير التوصيله دي، فاقوم حاطط الرقم بتاعها واحط الرقم بتاعها في الفور لوب على طول معاها، تمام؟ بس خلينا دلوقتي نكتفي ان احنا نحطها ايه؟ برو، عشان المكان بس التحت بتاعها مش مكفي، تمام؟ جوه بقى الاف كونديشن دي بقى هروح اعمل ايه؟ هريترن، صح؟ هريترن ايه بقى ايه؟ بص يا شباب، احنا من شويه دي الستبس اللي احنا كنا ماشيين عليها، تمام؟ اللي هو بعمل سوبر لوب تهنج الكود، مش عارف الكولوم بتاعي مش عارف واحد منهم يبقى بواحد والباقي كله بصفار، ساعتها هستخدم الروز بتاعت هي الانبوتس وهكذا، تمام؟ يعني دي الخطوات كلها اللي احنا كنا شغالين بيها. طب تعالوا بقى ننزل على اخر واحده دي، شايفين كده معادله غريبه، صح؟ هي عباره عن ايه؟ رو في النمبر اوف توتال كولومز زائد كولوم زائد واحد، تمام؟ المعادله دي هي اللي بتوصف انهي زرار في الماتريكس بتاعتي هو اللي اتداس، معايا؟ تمام. فاهمينها؟ يعني انا مثلا في تعالى فرضا انا دوست على مين؟ على اللي هو اول زرار عندي، اول زرار عندي ده اللي هو مين؟ اللي هو لو هنستخدمها اندكس اوف اري هتبقى 0 0، صح؟ اللي هو اول كولوم واول رو، صح؟ طب انا دلوقتي شغال في اللوب، الرو بتاعي ده اللي هو اول كولوم واول رو هو عباره عن 0 0 فعلا. طب انا تعالى نعوض هنا كده، 0 في كام؟ في 3 زائد 0 زائد 1، مش هيرجع له كده رقم 1 اللي هو مين؟ اللي هو فعلا الزرار اللي انا دوسته اللي هو رقم 1، مظبوط كده ولا لا؟ معايا؟ عايزين نترس دي واحده كمان الكويشن، دي نجرب. الكويشن اللي احنا نمشي عليها على طول. بالظبط، عشان كده قلنا ان احنا هنستخدم الروز، يعني انا قبل ما ابدا قلت لكم هنعرف ليه انا استخدمت الروز وليه استخدمت يعني ليه استخدمت الروز هي عباره عن ايه؟ الانبوتس، وليه استخدمت الكولومز هي عباره عن الاوتبوت، بسبب الايكويشن دي هي اللي حجمتني ان انا اعمل كده. طب انا دلوقتي ممكن اعكس، ساعتها هروح اجيب المعادله من على النت عادي، يعني دي معادله مستنتجه من الفور لوبس اللي كانت موجوده، مجرد جمع وطرح وعمل وراح طلع لي المنظر اللي قدامي ده، مظبوط؟ معايا يا شباب؟ لو عايز مثلا ادوس على زرار 5 مثلا، حلو، دوست على زرار 5، زرار 5 ده اللي هو مين؟ تاني رو
صح؟ تاني كولوم. تاني رو تاني كولوم. تمام. خمسة ده بقى ايه؟ انت قصدك رقم خمسة ولا اندكس خمسة؟ يعني انت لا شغال زيرو رقم زيرو. خمسة. تمام. انت دلوقتي شغال ايه؟ زيرو زيرو. تمام. رقم خمسة، رقم خمسة ده تبقى زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى هو ايه؟ رقم الاليمنت رقم اربعة اللي هو كام؟ رو اتنين وكولوم اتنين، مظبوط؟ فاعوض، تعال نعوض، هتبقى كام؟ اتنين في تلاتة بستة زي كام؟ سوري، اتنين زائد في، اتنين. لا استنى استنى، أيوة اتنين في تلاتة احنا في ستة حاجة غلط. زائد لا لا، اتنين. ده كده واحد واحد يا ريس، كده واحد واحد. رو زيرو، رو واحد، رو اتنين، رو تلاتة، تبقى واحد واحد. تمام. تمام. تبقى هتعوض واحد في تلاتة بتلاتة زائد واحد زائد واحد، كده انت رجعت الخمسة. تمام. تمام كده. فكل اللي هتعمله هتاخد الايكويشن دي، بس خلي بالك الرو دي اللي هي عبارة عن ايه؟ رو اوف ذا لوب. فهنروح فين؟ نروح فين؟ تمام. فانا دلوقتي المفروض الايكويشن هقول ايه؟ هقول هنا كده رو في كام؟ في تلاتة اللي هو number of total columns، صح؟ زائد كول زائد واحد. ساعتها السطر ده هو اللي هيتعمل له ايه؟ ريتيرن. طب انا السطر ده هوصل له امتى؟ لما ادوس. طب انا لو ما وصلتوش ايه اللي هيحصل؟ فاكرين السوبر لوب دي؟ مش هيرترن حاجة. بالظبط. فاكرين السوبر لوب اللذيذة دي؟ هتعمل ايه؟ منعاني ان انا ارجع، فاهم؟ خلاص السوبر لوب دي منعاني هيقعد ان يلوب. انا، بالظبط. فكل اللي هيعمله هيقعد يلوب. تعالوا بقى كده نكتب الكود مع بعضينا واحدة واحدة. بسم الله. هو فيه هو في المايك ولا الصوت؟ تمام. تمام. اوكي تمام. تعالوا مثلا احنا هنسميه فانكشن معينة. دلوقتي الفانكشن دي بتريتيرن رقم، صح؟ انا دلوقتي الرقم بتاعي ده يعني قليل، اللي هو من كام لكام، من يعني اقدر اخزنه في كاركتر، صح؟ فانا ممكن اقول ايه؟ unsigned character. وفي ايه؟ character get value. صح كده. وساعتها انا مستني منها حاجه؟ لا، انا مجرد ما هعمل لها كول هتبتدي ايه؟ تهنجلي السيستم بتاعي ده وتبهدل لي الدنيا. تمام. لحد ما ارجع لها بالفاليو اللي انا عايزها. مظبوط مظبوط. فدلوقتي بدأنا قلنا نعمل ايه؟ دي دي ار. هنعرف دي دي ار ايه؟ هي عباره عن اند ايكوال مع كومبلمنت بتاع 0 اكس. نراجع واحده واحده بقى كده مع بعضينا. فانا دلوقتي لما اعمل دي دي ار ايه وادخل عليه زيرو، يبقى انا مستني ايه؟ انها تكون ايه؟ انبوت. تمام. فانا محتاج اخلي مين الانبوت؟ انبوت اول اربعه. تمام. دي دي ار ايه محتاج مين ده يبقى اوتبوت؟ اور مع 0 اكس 7 0. مظبوط. 0 اكس 7 0. طب انا دلوقتي زي ما قلنا انيشيالي هنعمل البورت بايه؟ بورتايه. اختارهم خلي الحاجات كلهم. بزيرو. تمام. يبقى ايه؟ اند ايكوال كومبلمنت 0 اكس 7 0. اسف، هو 7 0. تمام كده. ثانية بس عشان بدأت تضايقني الخطوط الحمراء تضايقني. تمام كده. اروح بعد كده اتفقنا ان احنا هنروح نهنج السيستم while 1. جوه الوايل 1 اتفقنا ان احنا هنروح نعمل ايه؟ فور لوب اول حاجه لمين؟ سوري، احنا نسينا نعرف الكولومز والحاجات دي. unsigned بس عشان ما نقرفش نفسينا نعمل هاش او تايب ديف. تايب ديف unsigned character uint 8. ثمانية مين؟ رو بيساوي زيرو، كولوم بيساوي زيرو. معايا يا جدع؟ بعد كده هروح هنا كولوم انيشيالي هحطه بزيرو في نفس الوقت عشان يقعد بقى هو يرستر مع نفسه جوه. كولوم اصغر من التلاتة، كولوم بلس بلس.
زي ما اتفق، هنعرف مين بقى الماكروز بتاعتنا، هروح اعمل فوق ايه، هاش ديفاين سيت بت يعني كده ريجستر يعني كده بالنية او بت، لا بت يعني كده اسمه عشان يبقى اسهل في الكتابة، ريجستر بت ريجستر or equal واحد شيفت ليفت مين بقى بالبيت اللي انا حاططها له. تمام، نفس الكلام هنا، اروح اعمل ايه هس انكلود كلير بيت نص السطر ده كده كوبي بيست. هي ديفاين ولا انكلود؟ ايه ديفاين، لا ديفاين صح؟ هاش ديفاين، هو ليه بيمسح؟ قولوا كده ثانية واحدة، يا عم تمام كده، وكنا واخدين فين اند ايكوال، وهنا كده البيت بتاعتي. تمام كده، تمام كده، سوري سوري، هو انا عاملها هاش انكلود، اسف ديفاين، سوري عبد. تمام ده لسه ما خلصناش الوايل لوب بتاعتنا، هنا دلوقتي دخلنا عملنا فور لوب في الاول، هنعمل ايه؟ هنعمل سيت بيت وكلير بيت. سيت بيت لمين؟ او في الاول هنروح نعمل ايه، نعمل كلير البورت بتاعنا زي ما اتفقنا، بعد كده نروح اعمل ايه سيت بت لواحد فيهم بورت ايه، اتفقنا ان احنا نعمل ايه البنايه اللي انا معرف عليها الاول اللي هي رقم كام، 3. او بصوا خلينا تعالوا فوق هنا كده نعمل هاش ديفاين برضو عشان يبقى الموضوع يعني بي ايه بكام، سوري مش محتاجين هاش ديفاين هنا، بي ايه 4 زائد كولوم بدو. خلصنا من دي، هروح اعمل ايه فور لوب هنا كده لذيذة، اخد فيها مين الرو بيساوي زيرو، رو اصغر من الاربعة، رو بلس بلس صح، جوه الرو دي اتفقنا هنعمل ايه في كونديشن، في كونديشن ده فيها مين بت اس ست، تعالوا هنا هاش ديفاين بيت. هو انا بكتب بسرعة او في حد واقع مني في حاجة؟ لا لا تمام. اوكي كده ريجستر اندد مع مين، اندد مع واحد شيفت ليفت برقم مين، رقم البيت بتاعت ليه، هاخد ده كده واحطه جوه الاير كونديشن، وبتشك بمين، بتشك بالبين ريجستر بين اي صح، احط مين البي اي زيرو ده اتفقنا ورا، زائد الرو اللي انا واقف فيه، وجوه هنا كده هن ريتيرن مين، هن ريتيرن مين دلوقتي المعادلة بتاعت رو في 3 وصلنا لذيذة من كده زائد كولوم زائد واحد. بس كل اللي احنا محتاجين دلوقتي نعمله هنعمل ايه، هنادي الفانكشن دي في حتة، في حتة ما يعني في الكود اللي احنا محتاجينه، كل اللي هتعمله هترجع لي مين، هتهنج السيستم على الكيبات بتاعتي وهترجع لي البتاع ده. بس انا عايز اعرف بس هي ليه انشن اكسبكت اذا بس كنترول بي. تمام نروح نعمل دلوقتي انت مين، ونكتب الاكواد بتاعتنا العادية اللي احنا عايزين نعملها، وكده خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لنا. while 1
ونحشي الكود اللي احنا عايزينه. بس في حاجة دلوقتي عايزين نتكلم فيها دلوقتي، الكي بدل الأربعة في ثلاثة، تمام؟ لما نيجي نبص عليها هنا بالمنظر ده هنشوف ايه ده، هنا كده اول رو، وده هنا مين اول كولوم معايا يا شباب؟ تمام، ده اول رو وده كده اول كولوم. هاي فدلوقتي واحد ده هنا كده هيريتيرن واحد عادي، هيريتيرن 2 3 4 5 6 7 8 9، بس باظت هنا. يعني الزيرو ده هيرجع لي رقم كام؟ هيرجع لي 11. النجمه دي هترجع لي رقم كام؟ هترجع لي ستار، تمام؟ طب دي إيه، سوري، هترجع لي 10. دي هترجع لي كام؟ دي هترجع لي 12. فانا محتاج اعمل ايه؟ ادجستمنت بسيط للحوار ده، صح؟ حطيت معايا؟ شباب معاك؟ ايوه ايوه معاك، معاك. تمام. فانا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ اعمل فانكشن تادجست الليله دي كلها، صح؟ فانا الفانكشن دي اللي هادجست بيها الليله ممكن اعمل ارجع بيها مين؟ اون ساين كاركتر كنترول في. انا كده اللي هيجيني من الفانكشن بتاعت الجيت فاليو صح؟ بالظبط ادجست، وهحط فيها ايه؟ ان سايند. هو انا ما اعرف يو ان 8 ما سلمتوش، هو سيب انا كده نمبر، وساعتها هنا عشان ما يقعدش يديني ايرور هعرف له يو انت 8 وهديها فاليو. هحط فيها مين؟ النمبر، صح كده؟ ممكن اعملها ايه؟ اف كونديشن، او اعمل سويتش كيس، صح؟ سويتش كيس انزل فيها الفاليو. انا كده الفاليو، وافتح دي كده كيس، انا كده كيس كام بقى؟ كيس 10. اديني هو برضو تمام، اوكي. انا كده كيس 10 هيديني ايه؟ هيخلي لي الفاليو بتاعي بيساوي الستور، بعد كده بريك. اصلا انت كاتب value فوق غير تحت. فاليو غلط صح؟ فاليو 11. 11 دي المفروض ان احنا متوقعين ان ترجع لنا ايه؟ ترجع لنا زيرو. هو عامة يعني الخطوة دي او الادجستمنت ده بيعتمد انا مستخدم انهي نوع كيباد، تمام؟ يعني في كيبات تانية ليها منظر تاني، ثانية واحدة كده أوريها لكم. تعالوا هنا كده مثلا كيبات كالكوليتر، تمام؟ بصوا منظرها عامل ازاي. طب تعالى ناخد واحدة زي اللي احنا يعني 4 في 4 بسيطة، شايف المنظر عامل ازاي؟ ده هنا كده أول كولوم، وده هنا كده إيه؟ أول رو. طب أنا لما الفانكشن لما هترتيرن واحد، المفروض أنا الواحد ده بالنسبة لي رقم كام وأنا شايفه؟ رقم كام؟ طبعا 7. فانا كل اللي هعمله هروح اعمل ايه؟ فانكشن تو ادجاست الفاليوز دي كلها. كيس واحد يبقى انت تخلي الفاليو بتاعتك ب7، كيس اتنين يبقى ده معناها تخليه ب8، وهكذا. مجمعين الحته دي؟ اوكي، نرجع بقى نكمل اللي كنا بنعمله. كيس 12 الفاليو كام؟ الفاليو بتاعتي تساوي شباك، ممكن احط ديفولت اخلي الفاليو بتساوي النمبر، بس مش مستاهله كده. وهنا في الاخر اروح اعمل ايه؟ ريتيرن ريتيرن مين بقى؟ الفاليو، صح؟ كنترول اي كنترول اس كنترول بي، السنتكس بتاعنا فوق كده تمام وزي الفل، مفيش مشاكل. فانا دلوقتي المفروض المنظر ده المفروض اعمل فيه ايه؟ شايفينه؟ كل اللي هعمله هروح اجيب الفانكشن اللي فوق دي ادجست، واحط فيها مين ده؟ يعني ممكن اعمل ايه؟ ادجست هنا كده، وهي هتروح هتشوف الاوبريشن دي شافت 10 11 12 هترجع لي ايه كورسبوندنج فاليو الصح بتاعتها، ودي هترترن ايه لو انا هنا كده عملت ايه؟ جيت مثلا جيت فاليو. هنا كده مثلا اي فاريبل، ساعتها الفاريبل ده هيشيل ايه؟ هيشيل القيمه الصح بتاعت الكيباد اللي انا دوست عليها، تمام؟ فهمتوا كده خلاص الكيباد كفانكشن ماشي. ازاي بقى طب امبلمنتها؟ وقولوا طب هي كده، لو رقم عادي لو هو رقم واحد هيعمل اتنين لها تلاته ادجستمنت اربعه ازاي؟ خلاص، هو مش ادجستمنت، هو هيرجع لي رقم واحد.
يعني بص على الكيبد اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، تمام. لو هي حطيت الكيبد قبل ما ارقامها متظبطه، قبل ما يخش على هيرجع الكيس. فاليو ازاي؟ اهي فاليو بيساوي النمبر. اه ماشي، خلاص 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 تمام. ده الديفولت بقى بتاعك انت، النمبر بتاعك بيس ايوه كده ايوه فاهم. بس اوكي بس جرب كده شغل كده بقى على بروتوس. تعالوا بقى واحدة واحدة نشوف اكسرسايز نعمله، وكده هنكون خلصنا الليلة دي كلها تمام. يعني دي الماكروز اللي احنا كنا متفقين عليها، ودي ريتيرند فانكشن اللي احنا هنعملها تمام. يعني جيت رايت فاليو دي اللي هي بتاعت الادجستمنت اللي احنا عايزينها، وده هنا يعني كان الماكرو اللي احنا استخدمناه عشان يتشيك على مين؟ يتشيك على الواحد تمام. تمام دلوقتي تعالوا نشوف الاكسرسايز ده عايز مننا ايه. بيقول لك يوزنج ات ميجا 16، ظبط لك الكلوك بتاعته ب 1 ميجا هرتز، واستخدم 7 سيجمنت وكيباد 4 في 3 وللداي تمام. قلنا بقى نعم لا لا عادي. بعد كده بيقول لك ايه، استخدم 7 سيجمنت، استخدم يعني التوصيله بتاعتها تكون في اول 4 بنز موجوده في بورت دي، والكيباد بتاعتك وصلها في بورت ايه، واللي الداية بتاعتك وصلها بي بي دي 5 باي بوزيتيف كونفيجريشن. انتوا فاكرين البوزيتيف كونفيجريشن والنيجاتيف كونفيجريشن بتاعنا صح؟ البوزيتيف كونفيجريشن كان المفروض بنعمل ايه؟ النفسية تبقى واصلة بالواحد، ساعتها خليها تنور، اللي هو اكتيف هاي، تمام لوجيك هاي جميل، يعني. ان انت تخلي ال اسمه ده البيز بتاعت الدايت بتاعتك او ال اسمه ده الانود بتاعك متوصل بمين؟ متوصل بالمايكرو كنترولر، وتطلع عليه واحد المفروض تنور اللدايه، تطلع عليه زيرو يقفل اللدايه تمام. ده كده البوستر كونفيجريشن بقى. اوكي نشوف بقى هو الكومبوننتس اللي فوق دي عايز نعمل بيها ايه. بيقول لك جيت ا نمبر فروم 0 تو 9 تمام، فروم ذا يوزر باي ذا كيباد، then display it on the 7 segment تمام. ده هنستخدم فيها ايه، نفكر مع بعض كده، هنستخدم فيها الفانكشن بتاعت الجيت فاليو صح شباب معايا؟ تمام. تمام. بعد الجيت كده فاليو هدخلها بقى على بالظبط لسه واحده واحده نشوف هنعمل ايه. هي المفروض ان الجيت فاليو دي تبصيها لل 7 segment على طول تمام. هنا بعد كده بيقول لك ايه، على ميك 7 سيجما. مظبوط، بيقول لك ميك ذا ليد اون when the system wait for input. يعني انت دلوقتي طول ما السيستم بتاعك واقف مستني input من الفرد بتاعك، سيستم واقف يبقى مهنج عند مين؟ عند الكيباد دلوقتي تمام. خلي الليدات بتاعتي ايه تنور، اول لما ياخد input الليدات بتاعتي ايه تطفي. بعد كده بيقول لك ايه when it counts down، دلوقتي انا مجرد ما هديك رقم من الكيباد السيستم بتاعي ده المفروض او الرقم ده يفضل يديكريمنت لحد ما يوصل لايه، للزيرو تمام. بيقول لك make the 7 segment اهي decrement to reach 0 by using a delay about 1 second. بعد كده بيقول لك when 7 segment reach 0 it will wait to get another value from the keyboard. معايا؟ تعالوا بس نتخيل الشكل اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. دلوقتي مجرد ما هران هروح اعمل ايه؟ 7 segment time منوره اهي ومستنيه ايه؟ value من البني ادم بتاعي تمام؟ شايفين البتاع عماله تنور ازاي؟ ده معناه ايه؟ بيلوب على مين؟ بيلوب على الكولونز بتاعتي. طب الروز دلوقتي محطوط عليها ايه؟ محطوط عليها لو صح؟ عشان انا كنت بديتكت الهاي تمام. فانا دلوقتي موصل المقاومات بالروز زي ما اتعلمنا في البول داون ريزيستنس، والمفروض اروح اتشيك على الهاي دلوقتي. وانس ان انا جالي انبوت من اليوزر كده واحد تمام، اللمبه طفت رجع زيرو، اللمبه المفروض هتنور تاني دلوقتي، انا مستني مني ادخله رقم. تعالوا نجرب ثلاثة. بص هو الكبد بيبقى فيها مشكلة على بروتوس تمام، بتهنج ساعات يعني، ده لو طلع معاك بواحد فده هنج، لكن على الهاردوير ما فيهاش مشكلة. فتلاقي عمل واحد مش عارف بقى كده يرجع زيرو فاهم، فعشان كده بسبب ان هو هنج يعني مش اكتر، لكن الكود تمام وما فيهوش مشكلة. تعالوا بقى واحدة واحدة نكتب الكود مع بعضينا. دلوقتي الفاريبلز اللي احنا محتاجينها ايه؟ اول حاجة محتاجين ال DDR هو دي. احنا ازاي خلينا الرقم اللي دخلته يطلع على طول على ال 7 سيجمنت؟ هو يعني مش ده كان المفروض مش ثانية مش واحدة، ده كان كود أنا كاتبه عشان بس أوريكم السيستم بيبقى ماشي إزاي يعني فاهم. بعد ما أقول الديسكريبشن بتاعه أقول لكم السيستم بيبقى كذا، ونكتب الكود مع بعض ونجربه معايا؟ تمام. بس أوكي اللي احنا خدناه ان هو ال 7 سيجمنت بقى انكريمنت واحدة واحدة. انا عاملها بالديكريمنت، يعني انا اللي عامل الفانكشن انها ديكريمنتالي
تمام، دوست أربعة. بص هتلاقي تلاتة اتنين واحد لا، وانا بقى زيرو. اول ما تدوس كان في مخيلتي ان اول ما تدوس هيفضل يعمل 0 1 2 3 4 لغايه ما يوصل 4، بعد كده يرجع يصفر تاني. لا لا لا، ما هو انا بقولك ان انت في ال... كنت كاتب بقولك ايه، بيستنى ان هو ياخد انبوت من اليوزر ويروح يعرضه على مين، على 7 سيجمنت. تمام، بعد كده يقعد يديكريمنت الرقم ده لحد ما يوصل للزيرو بديلي 1 سكند. مجمع واحده تمام. واحده بقى كده واحنا شغالين دلوقتي. المفروض انا هوصل ال 7 سيجمنت بتاعتي، يبقى انا محتاج اعرف البنات بتاعتها ايه، او بوبنز بمين، باول 4 بيتس من مين، من البورت أول دي. أربعة. فانا هروح احطها 0 اكس 0 اف كده، انا عرفتها انها ايه بزيرو. تمام، يو انت 8 هحط فيه مين الرقم النمبر بتاعي، وهديله انيشال فاليو بزيرو. صح، سوري، هو انا كده معرف دي دي ار، انا كده معرفها انها هي انبوت مش اوت، اوتبوت سوري اسف، دي كده اوتبوت دي دي ار اوتبوت بواحد. دي كده اوتبوت. اور اوتبوت تمام، دلوقتي انا عايز كانيشال فاليو، هروح احط البورت بتاعتي بورت دي، هروح ابصلها الزيرو. هو هشام قال لكم السيف باسنج لل 7 سيجمنت اللي هو تعمل اند اور مع الرقم والحاجات دي، ولا ما اهتمش لا لا ملهاش؟ طب تعالوا كده نقولها سريعا. بص يا شباب، دلوقتي وانا شغال في الرقم او في السيفن سيجمنت بتاعتي، زي ما اتفقنا مع بعضينا ان احنا هنعملها ايه، مع اول 4 بيتس من بورت A. تمام، يعني دي كده من اول 0 لحد الثلاثة بتاعتي. حلو، تمام. طب انا دلوقتي الرقم بتاعي بيتمثل من كام لكام، من 0 لحد ال 12، ده الماكسيمم بتاع الكيباد اللي انا عاملها، صح؟ فده معناه ان هو هيفت جوه مين، جوه الثلاثه بيتس دول، سوري، جوه الاربعه بيتس دول. تمام، فدلوقتي انا محتاج ان انا لو عندي موصل حاجه تانية على على دي على على دولن، انا بتحكم في الاوتبوت ان هي بورت. تمام، فانا دلوقتي لو موصل حاجات جنب الـ جنب الاربعه بيتس اللي يهموني، ساعتها لو بعد كده بصيت الرقم ده على طول، ممكن لو الرقم ده فيه جاربج مثلا، او الرقم ده فيه حاجه غلط، واحد سوري يعني مش الرقم اللي فيه جاربج، او الرقم يعني حصل مشكله في الكود او حاجه، لو الرقم ده حاجه بالمنظر ده وانا عايز اعرض رقم 3، صح؟ طب انا دلوقتي لو عملتها اور مع دي، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الوحيد دي هبوظ لي يعني هترجع لي هنا كده واحد وواحد، لازم هترجع لي واحد واحد، وهنا انا ما اعرفش بقى سواء كان فيها واحد او فيها زيرو. طب انا افرض الابلكيشن بتاعي بيفرض عليا ان دي بزيرو، بس ساعتها انا بوظت السيستم. تمام، أكيد. مجمعين؟ تمام، بس يعني انا عايزكم بس تعدوا معايا الحته دي وهنقعد نتكلم فيها. فدلوقتي نكلير كل ده، دلوقتي هنتكلم على البورد بتاعتنا. عايزين ننظف ننظف الاربعه الاولانيين، اول اربعه بيتس فيها ننظفهم، بحيث ان احنا نحط فيها الرقم اللي احنا عايزينه، وعايزين نحافظ على الاربعه دول. فانا عشان انظف دول، احنا قلنا بننظف بنكلير بنعمل ايه، اند مع زيرو، صح، او اند مع الكومبلمنت بتاع 0 اكس اف اف اللي احنا محتاجينه دلوقتي، سوري 0 اكس 0 اف، اللي هو انا محتاج احط دول بوحيد وهكومبلمنتهم وهاخد لهم الاند بتاعهم، ساعتها ايه نزلوا لي بزيروز، صح كده؟ ماشي، اوكي عندي مع زيروز يعني. مظبوط. بس دلوقتي يعني عشان يعني الموضوع يبقى اسهل لا بالنسبه لنا، ثانيه واحده، مش بقى معانا كتير بيتس بقى. بس انا نعملها واحدة واحدة. انا عايز احافظ على دول. بالظبط. طب انا دلوقتي دول بقى بالنسبه لي اند مع الواحد يعمل حاجه؟ لا ما يعملش حاجه. فانا دلوقتي محتاج دول يبقوا اندد مع وحيد، ودي اندد مع مين؟ مع زيروز. فالمنظر اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ لو هعملها اند على طول اف زيرو، صح؟ تمام، ده كده بك لو بكلمك على مين؟ على البورت بتاعي اللي انا هروح اعرض عليه. كده انا نظفت هنا، لكن هنا قدرت ايه؟ اسيبه زي ما هو وحافظت عليه. طب تعالى تعالى كده، في حد فصل؟ تمام، طب تعالى بقى لو هنا كده هنتكلم على مين؟ هنروح نتكلم على النمبر بتاعي بقى، النمبر بتاعي 1 2 3 4.
انا دلوقتي النمبر بتاعي انا محتاج اشيل دول، ارمي دول في الزباله صح، ومحتاج هنا اروح اعمل ايه؟ او النمبر ده يعني مش هيفرق كتير بس يعني كسيف، فاهم يعني سيفتي كده بالنسبه لي ان انا انظف الحته دي. انا محتاج اعدي دي صح، وهنا اعمل ايه؟ اكلير. هروح اعمل العكس، العكس بتاع اللي هو ايه، اندد مع مين؟ مع زيرو اف، مع الزيرو اف. مظبوط. فدلوقتي انا هنا عملتها مع الاف زيرو، وهنا عملتها مع الزيرو اف. ليه كده؟ انا بصيت الرقم ده في مين، رحت نزلته كده بامان، اسف كده نزلت الرقم ده في مين، بصيته كده بامان للبورت بتاعتي تمام، وحفظت في البورت على مين، على دول بس. ده كده كل اللي انا عايز اعمله. فدلوقتي نعمل اللي احنا بنعمله ده، سيف باسنج. هروح اعمل ايه هنا كده، بورت، بورت دي اندد مع زي ما اتفقنا كام، هو انا عايز احافظ على اني عايز البورت دي انا عايز احافظ على اول اربعه، سوري اسف اخر اربعه، اللي هو دول، دول مش الابليكيشن بتاعي، دول مش انا عايز اعمل فيهم حاجه، فدول انا عايز احافظ عليهم، اف زيرو بقى، تبقى اف زيرو. حلو. يبقى اف زيرو. انا دلوقتي لما ببص رقم بعمله اورد صح، بس دلوقتي الرقم بتاعي انا عايز انضفه. النمبر بتاعي زي ما اتفقنا ورا هنعملها اندد مع مين، 0x 0f العكس بتاعه. ساعتها دلوقتي بعد السطر الكود ده لما يتنفذ ده النمبر بزيرو، والبورت بتاعتي انت عارف ان هي اوت بورت، وساعتها انا بصيت لها المنظر ده، ايه اللي حصل؟ البورت بتاعتي بقى فيها القيمه بتاعت النمبر ده. امان، امين. حلو، تمام. تعالوا نرجع للابلكيشن تاني اللي كان طالبه، طالب مننا ان احنا نوصل الكيباد على بورت ايه. ساعتها بقى المفروض اروح اعمل ايه؟ كل اللي هعمله يعني انا دلوقتي بما اني معرف في الاول الكيباد، مجرد ما هعمل كول هو بقى بيقوم يعني بيعرف الدي دي ار والبورت بتاعتي، فانا مش محتاج اروح اقول له ايه بورت ايه مثلا، الدي دي ار بتاعها اول اربعه بواحد وتاني اربعه مثلا بزيرو، فاهم قصدي؟ مش محتاج ان انا اعمل كده. فانا دلوقتي خلصنا من ان انا اعرف الحاجه بتاعت 7 سيجمنت، وعرفنا نعرف الحاجه بتاعت الكيباد بسهوله. دلوقتي فاضل لنا مين؟ الليد صح؟ الليد بوست كونفيجريشن. عامة الليد البناية بتاعتها اللي متصل بالمايكرو كنترولر المفروض تبقى ايه؟ او بوبن صح؟ أو مظبوط. ساعتها هروح اعمل هنا ايه، اقول له ايه؟ ممكن استخدم سيت بيت بقى او كلير بيت اللي فوق، يبقى انا عايز اعرف ان هي اوتبوت هعمل ايه؟ يا سوري، سيت بيت، سيت بيت تودي او البارامتر. ودي البارامتر اللي هو مين، دي دي ار دي، ودي لها بي اي بي دي 5. ساعتها انا عرفتها. طب انا دلوقتي انيشيالي، انيشيالي في الاول قلت لك انا عايز الليدات بتاعتي بتنور صح، كل اللي هعمله هروح اعمل ايه، سيت بت دي دي ار، اللي هو حد لسه مش متاكد من حاجه، اللي هو بقول لك خلي السيستم بتاعك ما دام ما دخلوش لسه انبوت، خلي الليدات منوره، اول ما يخش له انبوت ويبتدي يديكريمنت الليدات بتقفل، مظبوط، تبقى دي دي ار، اسف، بورت دي بي دي 5. تمام يا شباب، هل انا تمام. محتاج اعرف حاجات تانية قبل الوايل 1 بتاعتي؟ ما اظنش. تمام، فانا دلوقتي كامان المفروض اخد دول هنا كده، راح احطهم هنا كده، اسف دي هخليها يعني ترنت اون كده في الاول، بعد كده بقى اقول له اف ترن اون لو انا سيف دوست على اي حاجة في الكيباد هتقطع. هيرجع الليد تبقى اوف تاني. لا، ممكن اعملها بطريقه اشيك من كده، بما ان الابلكيشن بتاعي مش معتمد غير على الكيباد وال7 سيجمنت بس، ممكن اعمل ايه؟ مش انا الكيباد بتاعي بتهنج السيستم صح، وانا بهولد القيمه بتاعت الكيباد بالنمبر، فانا ممكن اقول ايه، جيت فاليو هنا كده، ساعتها السيستم بتاعي هيقف هنا لحد ايه، ساعتها السيستم ده هيقف هنا لحد ما انا اديله فاليو او ادوس على الكيباد بحيث انها ترجع لي رقم. تمام يا شباب، ولا في مشاكل؟ ما اظنش ان في مشاكل كده. تمام. لا انا بتكلم ان هو يقفل الليد لما هدوس، مش هيقفلها. اما هو بعديها بقى السطر اللي بعديه ممكن اعمل هنا السطر، يقول لك كلير بت، كلير بت صح، اه تمام. ساعتها كده اللي بتاعه الطفل.
زي كده كنترول في. بس كل اللي مطلوب مني دلوقتي فور لوب لذيذة تقعد تديكريمنت لحد ما توصل لزيرو. بس يبقى الكاونتر بتاعي يو انت 8 اي، او ممكن نعملها وايل لوب او يعني اف معلش كونديشن. سؤال، نعم هو قبل ما اعمل كلير بيت مش كان المفروض اخلي فيه ديلي؟ كلير بت ليه خليه ليه ليه عشان يلحق يقرا ان انا هو دوست يعني، فيقفل اللمبة. هو مش يعني هو مش يعني الكلير بت دي مش بتعتمد على مين، بتعتمد على اي حاجه للكيباد هتدخلها لها، فاهم؟ انت مجرد ما تدي للكيباد الرقم بتاعك ده هو هيروح يكلير البيت على طول، فانت مش بتدبند عليها، او يعني دي مش توجلينج. يعني انا عارف كان في الاكسرسايز بتاع التوجل صح، وانا مش معرف الكلير بيت ايه. تمام ماشي. تمام، فانا يعني الاكسرسايز ده مش بيدبند على مين، على حوار ان انا بتوجل حاجه او كنترول بي، وانا مش قاريها زي syntax error. واحد شيفت ليفت اسف. كنترول اس كنترول بي تمام كده. بس كل اللي هعمله دلوقتي هروح ايه وايل لوب، مثلا احط وايل لوب هنا كده جوه الكونديشن بتاعي النمبر لو هو مش بيساوي الزيرو يروح يعمل ايه؟ هيروح يعرض الرقم ده على على مين؟ على السيفن سي هياخد من الكيباد ليعرض. بالظبط. هو كده كده خد اصلا الرقم ده من الكيباد صح؟ يعني كده بعد كده نمبر ماينس ماينس يقعد بقى يديكريمنت الرقم يديكريمنت الرقم. سوري هي اكبر من او يساوي الزيرو، لان انا محتاج الزيرو اصلا يتعرض في الاخر، فاهمني؟ كنترول اس كنترول بي. بس في حد عنده اي اسئله في الكود لحد دلوقتي؟ دوت نروح بقى على بروتوس، نروح نلود الكود. تمام، اهو الكود بتاعي بدأ. اسمه ده الكيبة بتاعت المفروض انها شغالة. 1 2 3 هي دي ماشية ببطيء. 5 ثانية واحدة، في حاجة غلط انا عاملها. ثانية واحدة انا كده الـ DDR UX. ثانية واحدة كده عشان اوكي يا شباب. ثانية واحدة، واحنا نسينا نحط الديلي بس مش عارف. هاش انكلود يوتيل ديلي دوت اتش، وتحت هنا هنضيف السطر بتاع ان احنا بنعمل ديلي. وان سكند، في برضو حاجة يعني خدت بالي منها، المفروض دي تبقى سايند عادي لان انا الكونديشن بتاعي هيقف عند السالب، ف يو ان 8 احنا معرفين ان هو ان سايند كاركتر، فلا احنا مش هنعرف كده، ممكن نحطه كاركتر عادي. كنترول اس كنترول بي تمام، الكود بتاعنا مفيهوش مشاكل. نروح نجرب تمام، بتلوب مظبوط. دخلت له انبوت مثلا 4 4 3، طبعا الليد هنا كده قفلت. 1 0 المفروض الليد بتاعتي هترجع تنور تاني اول لما يعني هو وقف عمل ديكريمنت لحد ما وصل للزيرو، فالليد بتاعتي نورت تاني. تمام، في برضه مشكلة في بروتوس مش عارف هتحصل ولا لأ، الكيباد ساعات بتهنج يعني زي كده. دلوقتي الكيباد عندي هنجت يعني خلاص، يعني هو تمام هينفذ الفانكشن بس هو خلاص هنج على الرقم ده، فده معناه ان انا كل لما هيروح عند السطر بتاع الجيت فاليو هيلاقي نفسه برضه راجع ب4. اوكي بس خلاص كده مفيش، بس يعني غير اكسرسايز واحد بس يعني يا ريت تجربوه، تلينكوا بين ال LCD والكيباد، يعني ممكن تعملوا زي ميني كالكوليتر كده. بس في هنا بوينت مهمة، ان ال AVR مش بيدعم الفلوتنج بوينت خالص، فطبعا لما اجي اعمل ديفيجن مش هعرف اعمل يعني ديفيجن لرقمين مظبوط، يعني مش تطلع بالمظبوط يعني.
يعني ممكن اقعد اتحايل عليها بحيث ان انا اعمل فانكشن مثلا، الفانكشن دي بتاخد الارقام اللي بعد البوينت بتاعتي والارقام اللي قبله، وساعتها تكون كاتبين بينهم في الاخر وتعرضهم على ال سي دي، يعني دي ممكن اعملها. لكن فكره ان انا اروح اعمل انتجر ديفيجن دي اسهل بكتير من ان انا اروح اعمل فلوتنج بوينت ديفيجن خالص. تمام، فيا ريت تجربوا الاكسرسايز ده مع نفسكم. اوكي شباب، مع السلامه.